جوهرة اف ام. السلام ومرحبا بكم اليوم في جوهرة اف ام. اليوم على المباشر باش نعملوا العصيده نتاع زغوغو كما تراو هذايا في الكوجينه نتاع جوهرة اف ام. دونك حضرنا بالنسبه لعصيده زغوغو، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. حضرنا اللي لازم العصيده اللي هنا، وحضرنا اللي لازم الكريمه اللي موجود لهنا. دونك العصيده شنو اللي لازمها؟ لازمنا احنا حضرنا كيلو زغوغو. دونك كيلو زغوغو هذايا نفخناه في 3 لتر ماء، من البارح حطيناه في الماء. لازمو السكر، ولازمتو لهنا انا عملت 500 غرام فرينه، وعملت 400 غرام سكر. لكن السكر مانيش باش نحطو الكل، اللي عندي النسلي ديما كي نحطو وبطبيعة الحال الجو معناها المطعم تاع السكر ديما يختلف حسب كل واحد الذوق نتاعو. اللي يحب العصيدة نتاعو حلوة برشا يزيد تزايد سكر، اللي يحبها ناقصة حلاوة يتصرف هو والمزيان. دونك هذايا بالنسبة للعصيدة نتاع زغوغو. هذايا بالنسبة للكريمة نتاعها بعد باش نعملوها ديالي. الكريمة شنو اللي فيها؟ عندي باش نعمل 2 لتر كريمة، دونك 2 لتر حليب، عليهم 150 غرام، عليهم 300 غرام سكر، 7 إلى 8 كعبات تاع ضم، فوالا ضم، وعندنا الإنشاء اللي هو ميزانا، فوالا، هذايا 120 غرام، دونك هذايا بالنسبة للكريمة. بطبيعة الحال باش نعملوا ما ورد بالنسبة للكريمة، باش نزيدوه في الأخر الكل بعد ما نطيبوه كيما تراو بعد إن شاء الله. هذه الفاكهه اللي باش نزينوا بها العصيده نتاعنا بعد ما تحضر. دونك اول حاجه تو باش نبداو بها هي باش نبداو نخدموا الزغوغو هذايا اللي احنا نفخناه في الماء. دونك الماء تطلب منا الخدمه نتاع هذايا، تطلب منا باش نخدموا بيدينا شويه نحلوه باش يتحل الزغوغو. قد ما يتحل الزغوغو على قد ما يعطي الروح نتاعو. هكا بين صورنا كيما تراو، فوالا. دونك كيما تراو توا حليناها شوية وخدمناها، توا باش تعداو للمرحلة نتاع التصفية نتاعها. دونك اللي لازمنا في التصفية؟ لازمنا الغربال، ولازمنا المعونة بيان سور اللي باش نصفيو فيها. دونك ناخدو شوية من الغربال هذايا، نحطو لهنا كيما نهزوا الماء والزبوكو، وهي الجاست هذايا هو اللي يعطينا الجاست هذا. ننزلوا عليه الزبوكو هذاكا، نحاولوا باش ننزلوا قد ما ندخلوا على الغربال هذايا كيما تراو كيما هكا. ننزلوا في الشروح نتاع الزبوكو كلها تحت الكاسورة نتاعنا، ونخليو نطيشوا الزبوكو هذاكا كان القشور نتاعو. على فكرة لهنا احنا استعملنا عصيدة بلقاي تحسين اللي هي العصيدة اللي بيرسونيلمون والناس الكل تعرفها ومجربتها، وعصيدة معناها دو كاليتي سوبيريور بنينة كي استعملت زقوقو للفرشة. توا وصلنا للزقوقو بالغربال كما هكا صفيناه. توا باش نزيد ناخذ اكثر من روح، ناخذ المحرمه اللي حكينا عليها بكري، نحطوا فيها هذا البقيه اللي قعدت لنا في الغربال. الشاي ما يطيش دونك الا مقشور، هذا مش هذا الشاي يطيش. دونك فوالا المحرمه هذه ناخذوها باش تعطينا اكثر الروح، باش نوريك من بعد ما نستعملوا المحرمة هذيا كيفاش باش نخليوها. شوف تراو كيما تراو هاو مزيان، راه ملي ظهرت لنا بالليل ظهرت لنا مزيان كان مقشور. دونك توا باش نحياو ونزيدو الفرينة. الفرينة هذيا نصفيوها بعد ما حليناها من الفترة الباقية الماء. ايش ما يطلعناش في الجريمو اللي موجودين في
فرينا بعد ما تخلط بالماء كله هذا كله مزلنا توا نحن بريباراسيون باردة زاد كلها بريباراسيون باردة. العصير تاعك توا قدام حطيناه فوق النار يلزمنا نحركو. أنا نحرك بقوية ما نجم نحرك بسباتيل أو بوا سون زاري حتى يجي العصير تعقار. كما تراو توا العصيدة بتاعنا حضرت توا باش نزيدوها السكر في الاخر بالكل كما قلنا بكري لكن نحطوا السكر من اللوطه من الاول بالكل باش يعمل السكر هذاك يضيع لنا الكولور بتاع العصيدة. كما تراو هاك الكولور بتاعها دايك حال دونك نحطوا السكر. انا لهنا خلطت حطيت شويه سكر علاش خاطر عندي النسكي اللي باش نحط منه شويه النسكي هذا شنو يعملها؟ يعني يزيدها اكل لقة نتاع الكولور هذاك. توا كيما تراو العصيدة نتاعنا حضرت دونك باش نسربيوها في الصحافي نتاعنا. لهنا الصحفة ماذا بينا نعملو ثلاثة ارباع الصحفة باش نخليو بلاصة للكريمة. حضرنا العصيدة بتاع الجوكو توا واش مزال حطيناها كبرت. توا باش نحضروا الكريمة اللي هي باش نعملوها كريمة عربي تجاري. دونك باش حضرنا عندنا زوز لتر حليب، عندنا سبع كعبات أصفر نتاع ضم، وعندنا السكر اللي هو 250 جرام، وعندنا النشا اللي هو 120 جرام. جوهرة FM